لورا ولا الزهرة؟ مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم مباشرة من نواحي مدينة الفقي بن صالح. احنا مشاهدينا كنتواجدوا في دوار ولاد زهرة، كما كتلاحظوا معنا هذا دوار يعني بادية. هنا مشاهدينا والله قمة المعاناة ديال الأسرة، أم تتناشد القلوب الرحيمة، عندها ولد يعني كان كيقرا في السادس، هذا العام غادي يقرا في السابعه، ولا تيضرب واحد المسافه بعيده بعيده بزاف من هنا من دوار ولاد زهره حتى لولاد زمام، ياك اختي حتى لولاد زمام، يعني مسافه كبيره وطويله بزاف. هنا مشاهدينا تتقول الام ديالو تناشد، وحتى هو سمعت ليه لان ما يمكنش ندوزو باقي صغير، تناشد القلوب الرحيمه تشوف من حالي، الحلم ديالي هو ياخذوا لي غير بيكالا باش نبقى نمشي بها هاد المسافه، لان بعض المرات الام ما كتلقاش حتى باش غتشد ليه طاكسي، خصو يمشي هاد المسافه حتى لواحد الروم. فعندها بنت مطلقه وببنيه، قالت لها ماما كنتمنى لو ان لقيت غير شي ماكينه، هي كدير رنده، قالت لها نتعاون معاكم على الزمان وحتى انا نهز باش نلقى باش نهز بنتي. هنا مشاهدينا خليوكم معنا، نسمعوا منهم، نسمعوا المعاناه ديالهم وكذلك الطلب ديالهم. فمرحبا بكل متتبعي قناه شوف تي في، وللتذكير دائما. فمشاهدينا كنعتذروا على انقطاع البث، ونتمنى انكم تبقوا حاضرين معنا في هذا المباشر باش نوصلوا المعاناه ديال هاد الناس هادو اللي في هاد الدوار ديال ولاد زهره. واخا تمشي كونيكسيون بقاو معنا، غادي نبقاو نقلبوا البلاصه اللي تناسبنا حتى نلقاو يعني البث يدوز مزيان. تفضلي لاله، خلي هذا شديهم بجوج، شديهم بجوج في بوحدهم، دوري يعني في هذاك السحاب. تفضلي ميمتي، قولي لنا، قربي الميكرو عندك، احكي لنا المعاناه ديالكم، فاش خدامه انت، فاش خدام الزوج انا عك انسه، راجلي شاد غير شي يغلم من عند العم ديالي وكيسرح لي يدير لي 10000 في الشهر، 10000 ما قاد انا والو، 10000 في الشهر الشهر هذا هو المدخول صافي ديالكم. صافي، وولدي كيقرا دابا داز السابعه، كيمشي لولاد زمام على رجلي، عندي بنت كتقرا في الخامس والمصاريف والو، وعندي بنت مطلقه بنيتها، والحالة ضعيفة بزاف، ودرك أنايا ساكنة في دار الواليد، والواليد بغا يخرجوني خوتي، والدويرة اللي عطاني با اللي دورت واحد الساروت باقا ما لقيتش باش ندار ليها والو. هادي هي الدار اللي عطاك الواليد؟ أي 5 سنين ما لقيتش باش ندار ليها. يعني هو عطاها لك بسميتك؟ كتب عليا بسميتي. قلتي لي بنيتي هادشي؟ السمية ديالي. دايرة الدالة دابا ولا مدايرة؟ لا ما كاينش الدالة والو، لا ما كاين لا دالة لا والو، باقا ترابطة من التحت. ولدك شحال المسافة اللي تيضرب باش غيمشي؟ واش غنقول لك، راه شي من دوار ولاد زهرة حتى لولاد زمام، في لاج ولاد زمام شي 11 كيلومتر ولا 12، تيمشي يوصل عيان كيمشي، كيجي عيان كيمشي بلا فطور، كنطي ديك 300 تيركب بيا وما تياكل ما والو، تيمشي ما تياكل ما والو، تيبقى باش يشري حتى الماكلة باش ياكل والو. شنو تيقول لك؟ بغيتها ماما، كيقول لك باغي غير بيكا، كيقول لي ماما هو اصلا انا قلت لي نخرجك ولدي صافي ما تليش لقيت جد، يقول لي لا انا كنتمنى نولي لاعب ديال الكره ماما، هادشي كنتمنى، كنتمنى نولي لاعب كبير صافي ماما، بغيت نقرا مزيان، بغيت نولي مجتهد، وكاع ما عمروش دوبل زيد في 2008. يعني بسبب هذه الطريقه هذه انت بغيتي تخرجيه من بغيت هادشي اش بغيت نخرجه؟ هو تيقول لك بغيت غير بيكا، تيقول لي انا ماما ما لقيت ما ترونسبور ما لقيتش باش نخلصها ما والو، الترانسبور هي كانت تجي عندنا، وهاد الايام ديال المر ديال الكورونا ما بقاش كتجي. قبيله ملي هضرت معاه هو قال لي باغي غير بيكالا. قالها ليك، قالها ليك. اشنو قال؟ قلتي لي واش بغيتي بيكالا؟ قال لك ما كراش لي بيكالا ولا نخلص لي الترانسبور ولا ما عرفتش اش ندير. بالنسبه للمعاناه ديال بنتك اللي تزوجات صغيره، تزوجات صغيره بنت 13 ونص وطلقات دابا 3 سنين، عندها 21 عام، وعندها بنيه عندها دابا 6 سنين، انا دخلتها كتقرا. يعني المدخول ديالكم هو 500 درهم في الشهر؟ صافي صافي، راجلي ما تيخدمش، ما كاين لا خدمه لا والو، دابا من نهار كانت الخدمه كيطلعو تيخدم بديك 1200 نهار 13، دابا ما كاين لا خدمه لا والو، الله يستر الجفاف، ما كاين لا ما لا والو، حتى الماء ما كاينش باش يخدم. انت بالنسبه لك لاله، شنو اللي خلاك يعني ما حتى انت ما نطيش تخدمي شي حاجه اخرى؟ انا صافي، انا مريت مريضه عندي القلب، كنسخف ما نقدش نخدم، كنت كنخدم في صغري ودابا صافي مبقيتش نقد نخدم والو،
دغا كنسخف عندي القلب كيجري بسرعه، حتى الدواء ديالي ما بقيتش كناخذه، ما لقيتش باش نشري لمعاناه حقيقيه. حتى الدواء ما لقيتش باش نشري، عندي القلب كيضرب مختلف. بنتك شنو كتقول دائما؟ هي باغيه تخدم، باغيه تعاون، نتوما دابا قالت كتسكنوا في الباديه. في الباديه قالت لك ماما ما لقيتش كل ست ما كاينه الخياطه نولي نعاونك يخيطوا عندي الناس، نولي ماما نخيط. قلت لها وارجع في الله بنتي، يعني ربما ديك الماكينه يكون مصدر رزق اخر اه تعاونوا به كي الزناد. يطيحوها هي العصاب وكي يطيحوها الكلاوي. نعسات في شهر 3 نعسات سيمانه، وعقبه خرجوها من السبيطار على قبل هذاك المرض. نعسات هي قال لي عندك مسران زايده خمجات وشويه زق عند المسران الكبير وعند الكيس. اه نعم من لاله، حر العصاب كطيح لي، كتغب سيمانه وكطيح بالعصاب. واخا لاله. بالنسبه للناس دابا اللي تيشوفوك، حكيتي شتي قلبك، هضرتي على المعاناه ديالك، شنو اه بغيتي تقولي لهاد الناس اللي كنطلب كيشوفوك؟ من المحسنين يشوفوا في حالي ومن حالي انا ووليداتي، راه كلشي شتي انت بعينك وكلشي. والدويره ديالي عريانه، ما لقيتش باش نضاليها داري، ما لقيتش باش نضالي باش نسقر خوتي، ويجي ويقول لك بغينا نخرجي لنا من الدار. وراك شتي البيت فين ساكن راجلي، الدويره ما لقيتش باش نضاليها والو. ولدك ما تخرجيش، الا كانت البيكالا ما تخرجيش من لا ما دارها، نخرجوش، يعني البيكالا دابا الا توفرت ما يخرجش داك الولد من لا. دارها. ودابا دار داك ملي مشى يقرا الدراري داروا العربيه كاع صحابو، وهو دار داك الدولي يعني تقرا ما شاء الله كل شيء تيفرنسي. بالفرنسي. قال لك انا ما بغيتش نقرا العربيه، انا بغيت الفرنسي ماما، كل شيء بالفرنسي. تيقريو سبعه المعلمين انت معلم بغيتي تخرجيه؟ ما استشختي، ما كدبش عليك. راه دابا جا كيطلب فيا، قال واحد طلب ليه تليفون، معلم قال لي تليفون، تليفون باش بنشري. تليفون ليش؟ باش يقرا، باش يقراو عن، يعاونوا عن بعد. واه صافي. لا اله والدري تيقرا مزيان، ماشي الدري تيقرا عندي. يعني هذا الحساب دابا هو راه محتاج تليفون ومحتاج بيكالا باش ننقذوا هذا الولد من الهدر المدرسي. وي يا اختي تليفون ما عنديش باش ناخذو ليه. قاعد الدراري قالك عطاو الارقام حساب التليفونات، وانا ماما ما لقيت ما نطيه. نتمنوا النداء ديالك والمعاناة ديالك توصل، نعاودو نسمعو من بنتك. تكلمي يا حسنة. أعطيها، أعطيها الميكرو، أعطيها الميكرو. بلاتي أختي، تفضلي أختي قولي لنا المعاناة ديالك. السلام عليكم، أنا سميتي ماشي ضروري اللي ما بغيتيش تقولي الاسم، ماشي مشكل. هاني حسنا، هاني فقد حضرة حضرة قلبك. السلام عليكم، انا مطلقة مزوجة على 13 عام وولدت واحد بنية 6 سنين دابا عاد في عمرها. حضرة حسنا ست سنين عندها، و يعني راه مرضت بزاف، هاد الطلاق عرفت عقدني بزاف، والراجل مجوح حصلته مجوج عليا وكل شيء وعايشين صراحة يعني اش غنقول لكم. تمحنت بزاف، تمحنت بزاف وعيت بزاف، وعيشت في واحد العيشة يعني مأدبيني بزاف، لا خوتي لا ماما لا بابا لا بنتي لا انا. واش غنقول لكم اخوتي مكرهش عاونوني انا وماما وعائلتي بابا وخوتي، وشكرا بزاف بزاف بزاف، الله يرحم والديكم. نعم اختي، بالنسبه لك شنو كتشوفي، شنو هي الحاجه اللي كتشوفي تقدري تغيري بها حياتك وتقدري تنقدي بها عائلتك وبنتك؟ اختي شنو غنقول لك، ما كرهت شي ماكينه ولا شي محل هكا ديال الخياطه بحالكم ولا شي حاجه. اختي اللي قالت ماما انت خياطه كتعرفي اشنو كديري؟ العقيق والكروشي وكندير الرنده. هي قالت ما كرهتش ندير محل هنا نيت خيري انا. سمعتي اختي ماريا كتبغي تديري ديال محل هنا؟ نعم، يعني عندك صنعه في يدك ما كرهتيش دابا انت، غير ما كرهت شخصي، ما كرهت شخصي، ما كرهت شخصي. ومريضه بزاف اختي، مريضه بزاف
عندي العصاب وايدي عرفتي ضراني، عرفتي عاطيني على الطبيب المفتاح وما لقيتش باش نفتح ايدي ضراني، وما كنقدر نشقى بها ما كندير بها حتى شي حاجه، وليت غير مريحه وماما ما كتشقى. وعقراني ايدي بزاف، ما كنقدر ندير بها حتى شي حاجه، ما كنعجن ما كنطيب، ماما اللي كدير كلشي. هذا الشيء اللي كاين اخوت. ان شاء الله النمرة ديالي هي 06-82-75-76-48. عاوديها اختي. 06-82-75-76-48. هذه هي النمرة ديالي خوتي. مرحبا. شكرا. شكرا سمحالي بزاف. فهنا مشاهدي قناة شوف تي في، والله معاناة حقيقية من دوار ولاد زهرة، الكل يعاني، الأم وليداتها، الكبير الصغير، من البنت ديال 6 سنين حتى الأم حتى الأب. فكنتمنى مشاهدينا أنكم تبارطاجيو هذا المباشر، ربما نكونوا سبب خير، ندخلوا الفرحة لهاد الأسرة، نغيروا شي حاجة لهذا، نساعدوا داك الولد اللي كيقرا دابا في 7 وكيقرا مزيان، محتاج بيكالا ومحتاج تليفون مشاهدينا باش ما يخرجش من المدرسه ويحقق الحلم ديالو. الام ديالو قالت له غادي نخرجك لان ما عنديش انا 15 درهم كل نهار نعطيها لك باش تمشي في الترونسبور تمشي تقرا. فقال لها ماما انا باغي نقرا، كاين فاش غادي يضربها على رجليه. فاليوم كيناشدوا القلوب الرحيمه باش هذاك الولد نقدوه، ربما يكون هذاك هو الولد، كتقول لك هذاك هو الوليد اللي عندي. كنتمنى يكون شي حاجه في المستقبل، يكون صالح في المجتمع، ما يخرجش يسرح بحال باه. باه شاد دابا تيسرح ب 10000 ريال للشهر، 500 درهم للشهر، المدخول ديال هاد الناس هو 500 درهم للشهر. بالنسبه كذلك لهاد البنت اللي مطلقه، والله خوتي وكشفتوها ايه في الجمال وباقا صغيره 21 سنه، ربي سبحانه وتعالى كنطلبوه يعوضها كل خير. الزوج ديالها تزوج عليها وطلقها هي بالبنت اللي عندها 6 سنين، دخلات حتى هي للمدرسه. هاد البنت اللي جالسه وسط منهم هذه الاخت ديالها حتى هي تتقرا فين؟ الخمس، ولكن هي قريبه لها شويه المدرسه، ياك هي قريبه لها. الولد دابا اللي مشى للاعدادي اللي بعيده عليه بزاف. فهنا مشاهدينا كذلك ما نساوش اننا نوريو السكن ديالهم، ما ساكنينش دابا فيه، دابا راه ساكنه الام مع وليداتها مع امها وخوتها، لكن الاب ديالها اعطاها هاد مشاهدينا الاب ديالها عطاها هاد القطعه الارضيه، دورت ليها هاد البريك لكن ما لقات باش دير ليها الضاله اللي يقدر يعاونها باش انهم يخرجوا من عند من وسط خوتها، وسط يعني كتعرفوا الواحد الا كان السكن ديالو بوليداتو يكون احسن. المهم باش ما قدرتوا تساعدوا، هذه معاناتهم من السكن الولد باش ما يخرجش من المدرسه، البنت اللي بغات غير ماكينه باش دير الخياطه ديالها وتقدر تعاون بها. فكتلاحظوا معنا يعني هذه بيت كيجلس فيها الاب ديالهم وهما تيجلسوا عند حباب كنتيات عند الوالده ديال الام ديالهم. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من نواحي مدينه الفقيه بن صالح دوار ولاد زهره. نعاود ندير تذكير بالنسبه لرقم الهاتف، اختي ذكريني برقم الهاتف. 06-82-75-76-48. هذا رقم الهاتف ديال البنت، نتمنى انكم تواصلوا معها. نتمنى يعني كنعرفوا بان مدينه الفقيه بن صالح والنواحي الكاين الجاليه هاد الشيء ماشي غالي عليهم، هادو ولادكم هادو خوتكم، يمكن لكم تقدموا لهم المساعده. وهنا نداء لكل المغاربه اينما كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.